هاي 6 أشهر 7 أشهر الأخيرة شهدت استقرار أمني رائع حقيقة. تمام. اليوم لا يمكن أن تلاقي غرفة في أي فندق في بغداد من كثر الزخم اللي موجود من قبل المستثمرين. أول من أطلق مصطلح جائحة الفساد هو دولة رئيس الوزراء، ومن الخمس أشياء اللي دي يشتغل عليها هي محاربة الفساد. أكو جانبتين بالاستثمار، أكو محاربة الفساد وأكو القضية الأمنية بالنسبة للاستثمار، وأهم شيء البيئة اللي تحافظ، ليس فقط تجذب، تحافظ على الاستثمار. بالضبط، هو الحفاظ على هذا المشروع بديمومته إلى 25 سنة 50 سنة على عشدينك. القصد وين؟ اليوم الأجهزة الرقابية بدأت تشتغل بفعالية أعلى فيما يتعلق في مراقبة الفساد. طيب، الأجهزة الأمنية تطور نفسها بحيث ترفع هذا اللي جنابك تفضلت به الابتزاز المسلح، خلينا نسميه. احنا من طرفنا كمكتب رئيس الوزراء اللي دندرسه هو كيفية آليات انه ليس فقط نجذب العراق بيئة جاذبة، العفو العراق مو بيئة، الفرص البيئة جاذبة جدا. احنا نريد نخلي العراق كله جاذب.